العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لم أن ذلك يحصل. يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء، متواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، حنت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها يا إذا حنيت، ولا الورقاء تحسن عند التغريدا، إن تنعى أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال البيدا. وغدا أسيرة خدرها يا ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرة المصمودة، تخفي الشجاع جلدا، فإن غلب الأسى ضعفت، فإن غلب الأسى ضعفت، فأبدت شجوها المكمودة، نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني حسين أخي يا ملي، وعقد جماني المنضودة، ملي دعوت ملي دعوت فلا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا، لمحنة شغلتك عنا أمقلا، حاشاك انك ما برحت
ودودا صاحت انا بقيت محيرة واسبي من ايدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري قسا إلا دشت على عليلها توقبا شافت مسجى ولا عند صديقي مرضى لا فراش ولا وسادة فجحم كثر الونين نوم يتقلب على اليمنى على اليسرى ونوب على اليمين صاحة تدوع يا عز الحرام يا خليفة حسين شوف حالة اليتامى والخيم المقوضة رفع راسه وصاح يا عمي ابويا حسين وين ما يسكت اليتامى ذوبوني من الونين صاحت الله يعض مجرك وقع عن مهر طعين بالرمح راسه وجت بالعوادم رضضة صاح وين القمر الازهر والفضل راعي الجود ما اريد الماء يخلي يجي ولا يملي الجود قالت الجود امتلى وانقطعت عليه الزنود ملك والين الشريعة وبالعطش وسف قضاه قال قولي لابن عم الجاسم لمهل اطفال ما هو لازم العرس عمي واحنا بهالاحوال صاحت الجاسم ترك سكنه ورملها وشاه قال بالثرى مخضب بدمه ومات ما حد غمضه اح وين حزام ظهري وساعدي الاكبر علي قوم يدرك هاليتامى وهالحرم لا تنولي صاحت اسكت لا السايل ما بقى عندي ولي شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضاء ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد
ثانية يغفر الله لكم. ألا أقم بالزهراء الثالثة. أرحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. زاد كلامنا حول البناء الذاتي والبناء الأسري، وفي هذه الليلة المباركة نريد أن نسلط الضوء على أمر حياتي لا يمكن التخلص منه نهائيا، ولكن يمكن التخفيف منه. يتمثل ذلك في حدوث المشاكل، سواء كان على صعيد الأسرة أو على صعيد المجتمع أو حتى على صعيد الفرد شخص. هذه جزء منها هو ابتلاء وامتحان، فلذلك ربما نعتبرها سنة كونية أن تحدث هناك مشاكل. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في التفكير، ويختلفون في الطموحات، ويختلفون في الأهداف، يختلفون في الأمزجة، يختلفون في الطباع. شيء طبيعي، ما يمكن أنه الناس يصيروا كلهم على شنو؟ نسق واحد. ولو شاء ربك لجعل الناس إذا الله سبحانه وتعالى يريد يخلي الناس كلهم أمة واحدة، هذا قادر هو، ولكن ولا يزالون شلو مختلفين. هذا شيء طبيعي. الإشكال مو هنا، حدوث المشاكل شيء طبيعي بين الأب والابن، بين الأخت وأخوها، بين الأم والأبناء، بين الجار والجار، بين هذا شيء طبيعي. يعني لا يتصور الإنسان أنه هذا شيء غير طبيعي، زين، وكأنما هذا الله مقدرنا عليه وهذا الله كاتبنا عليه. لا، هذا أمر طبيعي. إذا أردت حياة بلا مشاكل، بلا صدام، بلا كذا، روح كوكب غير كوكب الدنيا. شو روح كوكب آخر؟ روح، هذا ما يمكن. الحياة شكل. لذلك أنا قلت في البداية أنه هذا ما يمكن أنه يجي الإنسان وينهيه، لكن بإمكانه أن يأتي ويخفف منه. يخفف مقارنة بسيطة على سبيل المثال، المرض الجسدي هذا شيء طبيعي أيضا، هذا يدخل في ضمن السنة الكونية الإلهية. يقولون الجسد اللي ما يمرض يعني هو مريض. طبيعة الإنسان أنه يمرض، زين، بس إذا شفت هناك وباء موجود أو أوبية موجودة في مجتمع ما، يعني هاي الأمراض زايدة، يعني ما في رعاية صحية. لو هناك رعاية صحية وغذائية إن كان ما صير أمراض بهالشكل بهالمستوى. تصير أمراض، ولكن تصير أمراض بنسبة شنو؟ أقل. أما إذا ما في رعاية صحية، ما في رعاية غذائية، ما في اهتمام بالنظافة، طبيعة الحال الحشرات والميكروبات يتكاثرون ويحدثون شنو؟ أمراض في جسد الإنسان. كذلك بالنسبة إلى المشاكل، إذا شفت مجتمع كله في عراك وفي كله في مشاكل وكله في هذا، يعني أكو هناك خلل موجود.
حتى مثلا بعض الأحيان تشوف محاكمات زايدة، مخافر شرطة زايدة. ليش؟ لأن أكو مشاكل موجودة. لكن لو ما كان موجود هناك مشاكل بنسبة عالية كان ما شفت هذا كله. اليوم واحد يقول لي، واحد يروح يشتكي على ولده بالمخبر بالشرطة. ليش؟ أكو مشاكل موجودة، المشاكل طبيعية، لكن احنا نتحدث من اجل ان نقلل من هذه الحالة المرضية. هذه حالة مرضية، بيت ما في مشاكل، هذا مو صحيح. ما حد يدعي يقول والله انا بيتي ما في مشاكل، هذا رايح الى افق اخر. ما يمكن اكو، ولكن شنو قول بنسبة معينة. ها انا احنا اذا يوم تحدث المشكله عندنا معدل معين نجي نحلها، ما نعقدها، ما نزيدها، ما نضيف عليها، ما نضخمها، وانما نجي شو نحلها. هذا هو. فاذا اكو مشاكل ولكن بنسبه معينه. احنا هاي الليله نريد نتحدث، ولو انه هناك فعاليه حراك سياسي مطلوب ويجب المشاركة فيه والتعاطي معه، لأن بالنتيجة هذا هو احنا مؤيدين إليه وندعو إليه، وهذا لازم يصير تكاتف وتلاحم وتعاون حتى الله سبحانه وتعالى يفرج ويفتح وينصر، لأن يد الله شنو مع الجماعة. هناك عندنا مجموعة من الأمور يوم تحدث المشكلة، أنا بتكلم بشكل عام، لأن مشاكل في المجتمع، مشاكل في الأسرة هي موجود، مشاكل عند الإنسان نفسه أيضا موجود. زين، فلذلك إحنا بنخلي خط عام يجي ياخذ مثل القطار، يجي يمر على هذه النقاط كلها. زين، هاي المواقع كلها. زين، ويخليها بخيط واحد حتى نطلع بنتيجة نافعة. إذا حدثت المشكلة، احنا قلنا البارحة أيضا إن من ضمن الأمور التي يجب أن تهيئ في البيت هي حالة الأمن والأمان والاستقرار، حتى التربية تكون تربية على أرضية شنو سليمة صحيحة، في جو هادئ زين نافع زين مفيد، مو كل فوضى وعراك وشتم وسب وضرب وعلى هالمعدل هذا، لا، إنما أجواء، أجواء فيها الكلمة الطيبة، أجواء فيها الحركة الطيبة، أجواء فيها التعاطي الطيب. فلذلك ينشأ الطفل على حالة من حالات الهدوء إلى العلو. زين، إذا حدثت المشكلة شنو يجب علي أن أسوي؟ أنا وأنت معرضين، يعني معرضين إلى أنه يصير عندنا مشكلة يا زوجاتنا ويا أولادنا ويا جيراننا ويا أصدقائنا ويا زملائنا في العمل. شنو الحل؟ طبعا البعض زين باعتبار هو يتحكم بأمور أخرى، من بدل ما يحاول أن يحل القضية يعقدها أكثر. المؤمن، المؤمن شو يسوي؟ يجب أن يكون أولا عليه أن يرجع في تفكيره إلى الحالة الدينية. شوفوا ياي الحالة الدينية، لأن الدين يحثك على شنو؟ على التسامح، على المحبة، زين، على الإحسان حتى إلى المسيء. الدين هالشكل يقول لك، عندنا أحاديث روايات. الفكر الديني يجب أن أستحضره في حالة وجود المشكلة. الآن أنا أقول أنا كمؤمن وش أجب علي أسوي تجاه المشكلة، تجاه زوجتي، تجاه أولادي، تجاه أسرتي. فأخلي نفسي على أساس أنا مؤمن، أخاطب نفسي أنا مؤمن. والمؤمن القرآن يجي يعطيه خطابات ها بمستوى الإيمان ماله،
المؤمن لديه صفات يتصف بها، سمح كريم عطوف، وعلى هالمعدل من هاي الصفات الجيدة. المؤمن حليم، المؤمن ما يغضب، وإذا غضب يغضب لله سبحانه وتعالى، مو فك الحالة على الجلاس مو بارد زين يزعل، أو على تمرة ما جابوه على السفرة يزعل، هذا شوية طالع مو مدارة. المؤمن مو شكل مؤمن، المؤمن عنده ثوابت معين يزعل فيها، فإجي رأسا يخلي نفسه بهذا المكان يقول أنا مؤمن الآن، شو واجب علي أسوي؟ انظر إلى أهل البيت في حالة ما إجي إليهم إنسان ويحاول أنه يستفزهم، شنو يكونون؟ يكونون حلماء. هذا هو المؤمن. فلذلك إذا هو خلف في بال هاي الفكرة أنه أنا مؤمن ويجب أن أنطلق من الإيمان، هني يجي يتحكم الإيمان في تصرفاته. أما إذا جل أبعد حالة الإيمان وأدخل حالة الأنا، وجا الشيطان ولعب عليها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أيضا في هذا المجال زين، أنه يتحلى بالصبر بالأنات. نشوف القضية أول، ينظر إليها بشكل هدوء، مو ينطلق من أعصاب وغضب وزعل، لا، وإنما يهدي أعصاب. لذلك عندنا في الحديث أنه الإنسان إذا أراد أن يهدئ من غضبه يجي الحديث يقول له روح اصبغ الوضوء، حث على صباغة الوضوء. ليش؟ حتى أعصابه شوية تهدأ، حط عليه الماء البارد، يرش حوجه الماء بارد زي على يديه، يذكر الله، شوف تهدأ أعصابه شوية، حالة الغضب تهدأ عنده. وبعض يقول لا ليش ما يقبل، حتى بعض وما قلت لك يعني حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زين، إذا إنسان زعلان غضبان وكذا إذا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيد حالة من الهدوء، سبحان الله. اللهم صل على محمد. لكن اهم شيء الشيطان ما يدخل، لان اذا دخل الشيطان يجي يقول له ما نصلي على محمد وال ماكو، بعض الناس هالشكل، لان الشيطان جاي قدامه. ولا اكو واحد يقول له اذكر النبي، ما يذكر النبي، لكن الشيطان جاي قد حال بينه وبين الحق، فعلى هالاساس شنو يقول له؟ انا يرفض الحق، يرفض الحق. انت اذا شفت نفسك انه في مشكلة من المشاكل وغضبان فيها وواصل حالة الغضب الى مستوى معين، احسن لك ركعتين. لكن هذه يعتمد على النقطة الاولى، اذا فكرت من اللحظة الاولى انك شنو مؤمن، ويجب علي ان اتحرك بصفات الانسان المؤمن، وصفات المؤمن معروفة كلكم تعرفوها، حتى إذا أسيء إليه وشنو ما يسيء للآخرين، وهذه صفات أهل البيت. إذا أساء لهم أحد ما يسيئون إليه أبد، وكأنه عاتم مسعد يردون، ولكن رد جميل. فإذا النقطة الأولى أن نرجع بفكرنا إلى حالة التدين. الأمر الثاني أن يكون هناك حالة من الصبر وسعة الصدر والأنات في التعاطي مع المسألة، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة عندنا أيضا من أجل حل القضية يجب أن تبقى القضية محصورة ضيقة، لا أوسعها، لأن من تتوسع القضية تدخل فيها آراء متعددة،
وهذا يزايد وهذا يحط بهارات وذاك كذا ويصير فوضى. زين صحة لنا نميمة وغيبة وكذا وتتوسع القضية، بدل ما هي بين اثنين يصير بين عشرة، وبدل ما صير ما بين عشرة يصير ما بين قبيلتين. احصر الخلاف، احصر لا توسع الخلاف. اذا وسعت الخلاف يعني فقدت السيطرة عليه، ما تقدر تسيطر عليه. لكن اذا حصرت الخلاف الامر يصير في متناول اليد، بإمكانه حل بأدنى وأبسط الأشياء. عندنا أيضا نقطة من النقاط هو تفادي الوقوع في الحرام. شوفوا إخواني هاي نقطة ضرورية جدا، أنا قلت من البداية ان النقطة الاولى ترجع بنفسك، لان انت مؤمن، انت مو انسان عادي، انت مؤمن. البعض في حالة المشكلة يطلع الى ينقل نفسه الى حالة الحرام. الحرام في وين؟ الحرام انه يسب، حرام انه يشتم، الحرام انه يعير، حرام انه يمن على الاخرين، اعطينا وسوينا او زين يقول لزوجته انت طالق انت كذا، او يتكلم اليها بكلام هابط، هذا حرام. تعرف انت هاي الكلام ما يروح من قلب الانسان، خصوصا الزوجة اذا تكلمها وكلام مثل هالشكل، خصوصا تذكر لها طلاق ما طلاق على هالمعدل، وسب ابوها وسب امها وسب خواته وسب عشيرته، هذه اصلا هي مين من صفات المؤمنين. اه صارت مشكلة، لا تنقل نفسك من هاي المشكلة الى ما هو اعظم وحرام، انت ترتكب اثم في هالحالة. زين انت تريد تحل الموضوع والله تريد لا. البعض ما شاء الله عليهم يعني في حالة المشكلة ما يعرف يتكلم كلام طيب ابد. شوف بعد سنة، لذلك اكو بعض الناس يقاطعون اخوانهم، يقاطعون اباهم، يقاطعون امهاتهم، يقاطعون زوجاتهم. عند زوجة من زوجنها زين، بس في البيت لا يتعاطى وياها ولا تتعاطى وياها، يمكن عاشر وياه، عاش وياه يمكن خمس سنوات ست سنوات، بعض الناس الشكل شلون هي تركبها مع انسان يصلي يصوم يروح يحج يروح يزور يروح يتمسح بالأضرحة وبالقبور، وتاليها شنو؟ وتاليها وتاليها عنده فد شيء بسيط ما جاي يقدر يحله ينهي الموضوع فيه او يسيء الى الاخرين اقرب الناس اليه. لا تنقل الوضع الى وضعية ما يمكن الرجوع اليها. ليش الان مثلا تشوف بعض الافراد زين، بعض الافراد يدخل على بيت من البيوت ويطلب ايد فتاة من عندهم على اساس محبة واحترام وتقدير وعلى هالمعدل، بعد فترة تشوف لا انتهى الموضوع. ليش؟ لان هذا شخصيته شخصية انفعالية، ما تعرف تحل المشاكل، ما تعرف تصدى الى الامور، لذلك يقع في هذا المحذور ويهدم اللي بناه. شيء اخر ايضا عندنا نقاط انا اجي اقولها على السريع زين، ولا كل واحدة منها تحتاج الى ان واحد يجي يتحدث بها اوسع. البعض طبعا انا اقول لك يوصل الى المحرم، يوصل الى حالة الضرب، يضرب، مو بس يسب، مو بس يشتم، مو بس يمين، لا حتى يضرب، وربما تصير ضربة مؤذية او بعض الاحيان تصير ضربة قاتلة، وبعدين يندم طول عمره. لكن وش بيد الندم يفيد؟ لا ما يفيد، خلاص
وزرها عليك الى يوم الدين ومحاسب بعد. فلذلك الانسان يجب ان لا ينقل نفسه الى من خانة الحلال الى حالة الحرام بالتعاطي الضعيف او الذي يجب ان لا ينقل نفسه اليه. زين عندنا ايضا في حالة الخلاف اتذكر الايجابيات اتذكر الايجابيات. يعني هاي المرأة بها ايجابيات بها سلبيات انت ايضا بيك ايجابيات وبيك سلبيات واكو واحد ما في سلبيات ماكو واحد ما في سلبيات. انت لا تنظر كل الى السلبيات انظر الايجابيات. وقفت وياك بد يوم من الايام كنت في ازمة مالية وعندها يا قرشين ها من عند ابوها مهارها كذا قالت اخذه انت تستاهل. بعض الناس شوف سبحان الله شنفوس ياخذ من زوجته ويستفيد ويبني بدل البيت بيتين وبدل الشركة شركتين وبعدين يطلع من باب الشرقي. هذا موجود. انظر الإيجابيات أيضا مو بس السلبيات. انت اذا نظرت للايجابيات بيكون عندك توازن في حل المشكلة. ثانية انت مو ايضا انت ما عندك سلبيات انت ايضا عندك سلبيات. الرجل ايضا عنده سلبيات المرأة سلبيات وما اكو واحد معصوم الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. هذا امر. الامر ايضا الاخر عندنا وهو انه البعض بمجرد ان يصير مشكلة يفكر في البديل فكر في البديل. والحمد الحمد لله تلفونات موجودة والتواصل موجود والاختلاط ما شاء الله زين وايضا نساء وفتيات كثيرات هم بحاجة الى زواج وعلى قولة القائل طب وتخير عمر 50 سنة ما خليه واحدة 20 سنة هذيك تبى تفتك من بيت ابوها وهذه بيفتك من زوجتها الاولية. رأسا يروح يفكر في البديل. يعني انت اذا فكرت في البديل ورحت وجبت واحدة بديل يعني تفكر بان هاي البديل تختلف عن دي لا ما تختلف ولربما هاي يكون عندها مشاكل اكثر من ذيك الاولية. ايش بيدريك يعني رأسا تفكر في البديل ويروح يتزوج والبعض وضعه المالي ما يساعده هو راتبه ضعيف ما عنده دخل زين وهم يقوم ياخذ ديه ثانية هم يورط نفسه ويورط المرة ويورط المرة الثانية ويجيب اولاد وما عنده اكل وما عنده مال شو يسوي مشكلة. ليش هذا؟ هاي كل حالة انفعالات. ذاك اليوم حجي من الحجاج ضلينا نسولف على الزواج الثاني قال تدرون انا ليش تزوجت على الزواج الثاني؟ ليش؟ يعني انت مثلا تريد تكثر النسل كذا غير. قال لا يقول كنا قاعدين نشرب شاي في بسطة ويا مجموعة من اللي في عمرنا وصار عندنا عيه قال لي واحد ما تقدر تتزوج الثاني. قلت له لا اقدر. قال ما تقدر. قال لا اقدر. وتالي بهالحالة هذه انا رحت الزوج الثاني بس له سبع. زين هو رجال فقير زين وضعية فقيرة مالية ضعيفة زين شلون يدبر المعيشة لهم شلون يعني هاي حالة صعبة يعني. فإذا إخواني التفكير في البديل مو صحيح وإنما فكر شلون تحل القضية شلون تحل المشكلة شلون تتقرب إلى زوجتك شلون تتقرب إلى أولادك هالشكل مو ضروري رأسا تطرح البديل.
ثانية بنات الناس ملعب والنتيجة هاي إذا جبتها هم مسؤولية. أنا أجي عادة ما أقول الزواج الثاني يعني مسؤولية شنو إضافية، والزواج الثالث مسؤولية إضافية ثالثة، والرابعة إضافية 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 إضافية. هاي لازم تحسب لها حساب، مو كل من دك طبلة قلت أنا قبله، لا لأنه مسؤولية رب العالمين باكر يسأل. هذا أمر، أمر أيضا عندنا وهو اتباع الحكمة في التعاطي مع القضية. كن حكيم، كن حكيم في كلامك، كن حكيم في التصرف، كن حكيم. الله عز وجل خلاك أعطاك مسؤولية وحدة مع ولدين أو وحدة مع ثلاثة أولاد أو وحدة مع خمسة أولاد، يعني أنت الله سبحانه وتعالى خلاك رئيس عليهم. باكر لو الله خلاك رئيس على مجتمع وبهالنفس هذا هتدمر المجتمع. انت تشوف الان اللي اجى وقعد على سدة ادارة البلاد والعباد وهو غير كفو، وين يوصل البلد؟ للدمار، للخراب. لذلك بعض الناس يكونون رؤساء على عوائل معينة، بدل ما ينمونها الأسرة، بدل ما يطوروها، بدل ما يعلموها، يخلوها شنو في طريق آخر مشتتة مدمر. هاي مسؤولية، كن حكيم. ترى الصلاة ما تكفي، التهجد بالليل ما يكفي، زيارة الأئمة ما تكفي. الذي ينجيك حسن خلقك، هذا اللي ينجيك. ضغطة القبر هذه هي من أسبابها سوء الخلق، فاعرف كيف تحمي نفسك غدا، مو بس الآن تحمي نفسك، باكر أيضا حاول أنه من الآن تحمي نفسك. عندنا أيضا أنه من المسائل أنه الإنسان يجب أن لا يتمسك برأيه، يتعصب لرأيه. ملعون من تعصب أو تعصب له، تمسك برأيك زين. أنت من أجل تحل القضية كن مرن. أمير المؤمنين عليه السلام صاحب حق، مو صاحب حق، صاحب حق، ولكنه لما رأى أن القوم على غير طريقة وعلى غير منهج زين، ما قال أما أنا ولا هم، لا، حكم عقله. هذا على مستوى كبير. كيف على مستوى أسرة؟ اتنازل قليلا، لا تكون معاند، وإنما كن صاحب أريحية في الأخذ والعطاء حتى الآخرين أيضا يتقبلون من عندك، على مستوى ماتم، على مستوى مسجد، على مستوى جمعية، على مستوى صندوق خيري، على مستوى أسرة. لازم تكون مرن. انت تشوف الدول اللي فيها حالة العناد وين صاروا، لوين وصلوا؟ للدم، للدمار، للذبح، الى القتل. هذا حالات العناد، هذا متمسك برايه وهذا متمسك برايه. ويصدق علينا المثل قومي رؤوس كلهم، ارايت مزرعه البصل؟ لا، ما حيكون. الشيء الاخر ايضا اخواني انه الانسان لازم، الزوج والزوجه يجب على الزوجه ان تجعل زوجها صديق إلها مو عدو إلها، وأيضا الزوج يجب أن يعتبر زوجته صديقته مو عدوته، يعني لازم يتعامل بهالنفس هذا.
لأنه إذا اعتبر كل واحد اعتبر الثاني أنه عدو إليه يصير فيها شنو؟ صراع. لكن يوم تعتبر صديق إليك أكو فيها مرونة، أكو فيه تنازل. لذلك الصديق يا صديقة، إذا اثنين أصدقاء واحد أراد يأخذ شيء وشيء ثمين وذاك به خاطرة بس يقول له من أجلك أنت مو مشكلة أخذه، لكن لو معتبر أن عدوه كان يقول لا لا ما أتنازل ما أتنازل. لذلك يشوف المحاكم هناك اللي مثلا رايح أو طلع وكذا يقول له يابا أنت الآن أعطنها 1000 دينار وكلفت الحفلة قلنا بعد 1000 دينار المجموع 2000 دينار الآن ما صار توفيق أن تستمرون في الزواج، ما صار توفيق ولك أنت حق الطلاق، المرأة هي تريد تدخل. قال لا أنا أريد كل قرش عطيته إياها لازم تجيبه. لازم تجيبه كل قرش. هذا يعني معتبرنها عدوة والله صديقة؟ لا عدوة يعتبرها أنه هذا نفس أنه تتعاطى مع عدوك وليس مع شنو صديقك. مع صديقك عندك حالة تنازل، عندك حالة تعاطي وياه. في البيت أيضا لا تعتبر زوجاتك عدوتك، لا وإنما هي صديقك. لذلك اللي يعتبرون زوجاتهم أو أزواجهم أعداء لهم يشوفون لهم أصدقاء آخرين، أما عبر التلفون أو عبر الواتساب أو ما أشبه، زين يصير عندهم أصدقاء. لكن إذا معتبر أنها صديقته وهي معتبرة أن زوجها صديقها لا بعد ما تفكر في شيء آخر. هذا كله يبتني إخواني أبائي على شيء أساس أنه يجب أن نتثقف، نقرأ قصص تجارب الآخرين. الآن المكتبات موجودة، النت موجود، اطلع على هاي المواقع الحياة الزوجية وشوف تجارب الآخرين واستفيد منها. والإنسان العاقل هو الذي يتعظ بتجارب غيره حتى يتكون بيت ملؤه الاحترام، التقدير، الثقة، زين، والهدوء والسكينة، كبيت الحسين، كبيت علي، كبيت فاطمة، كبيت الحسن. بالرغم أن الحسن أكو في بيته وحده كانت تتربص به الدوائر، لكن أنت جيت قريت في تاريخ الإمام الحسن أنه هناك شجار وعراق في بيت الحسن؟ لا، بالرغم أنه واضحة يعني منهجيتها وفكرها وإيمانها واعتقادها، لكن مع ذلك شلون استطاع مولانا الإمام الحسن أنزل أنه يجعل هالبيت هذا بيت فعلا بيت النبوة، بيت الإمامة وبيت الحسين أيضا كذلك. كان بوجود الحسين يسوده الأمن والأمان والإطمئنان. تشوفون الحسين رايح جاي طالع يدور على المخيمات يرعى الأطفال، أي طفل من الأطفال يبكي يقعد أبو عبد الله الحسين يخليه بحجرة يسكته يهدئه، ها يأخذ به وهكذا. لذلك هاي الحالة في مخيمات الحسين برغم القتلى وبرغم عراك الرجال وصراخ الرجال وعياط الرجال، إلا أن بيت الحسين ومخيمات الحسين كانت هادئة. هذا الهدوء متى افتقده مخيم الحسين؟ لما سقط الحسين على بوغاء كربلاء. لاجئ معين محامي ما موجود. سعد الله قلب زينب، كيف كان زينب مع تلك النسوة والأطفال واليتامى كانوا يستظلون بالحسين
الآن الحسين ما موجود ما كل زينب، ومع ذلك استطاع الزينب ها أن تقوم بدور أخيها سلام الله عليهما. وعندنا أن زينب عليها السلام ما أظهرت الجزع وما أظهرت الخوف والبكاء، لكن أكو بعض المواقف كان زينب غصبا عليها تبكي وتصيح زين، خصوصا لما قدموا النياق ها بني أمية إلى عائلة الحسين، ماذا يريدون؟ يريدون أن يركبوا نساء الحسين وأطفال الحسين على تلك النياق. زينب هنا وقفت، قالت يا ابن سعد سود الله وجهك أتأمر هؤلاء القوم أن يركبوا بنات الرسالة؟ ماذا تريدين يا ابنة علي؟ قالت أمر قومك أن يتنحوا عنا. ونحن يساعد بعضنا بعضا على الركوب. قال لك يا زينب، فصاح الزينب بأختها أم كلثوم جاءت إليها أخذوا ينادون كل امرأة باسمها يعينونها على الركوب، كل طفل أيضا يساعدوها، ركب النساء والأطفال، بقي الزينب وزين العابدين. جاءت قائلة يا ابن أخي نور عيني قم واركب الناقة، فلقد عزم القوم على الخروج من كربلاء. صاح عم زينب إذا أنا ركبت فمن الذي يعينك على الركوب؟ إهن اختنق الزينب بعبرتها. وجهت بوجهها إلى ناحية شط الفرات منكسرة القلب هاملة للدموع، صحيت أن أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي. وإذا بها تنادي عباس عباس الضعن ماشي، رضيت الشمر حادين على عجب مش نحسر خواتك والوعد وين النوم يا ابو فاضل بجنب العلق ميخلق وهاي النوك يدنا المحامل قوم عدلها وهاي وديع تقدن ابو عبد الستر محملها وخلي العلام يا مهيوم قدام الضعن زينه. ايش قال لها؟ قال لها يا زينب عذبش على راسي وعلى عيني، لكن اظن ما جيت الشريعة وما نظرتيني، وين الراس وين العين خي ما شوفيني، كفيلك صاير بالحال خي ما تعذريني. صحت عباس خويا من المدينة بدمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عيبت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلاء ومني تبرأيت
ما تسهم مني وبليتوني بهالعياء عرق يا ويلي صاحبي النفس لابيها وقالها يا زينب ضيعتي غصبا علي يا عزيزة الكرايا عاقبني المني جذب الراس وبلايا يمنى والاشماء والله تدبين وانا على الشريعة قاطعيني لا تنظرين الحال جسمي تعذري عيني لكن اش عذرك ماشية ماشية ولا تجهزين ظلين جسمي ولا تشيلين بشيا رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي اللهم أنا نسألك وندعوك يا حب الخلق إليك محمد وعدي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية